فضلت الشيخ هل ما يصيب الانسان من هم وكدر وضيق هل يعتبر ايضا من الابتلاء نعم كله ابتلاء فاذا عرف ان ذلك من القاء الشيطان ووسوسته وتاب واناب الى الله وقال مثل ما قال ايوب اني مسني الشيطان بنصب وعذاب فسيرفع الله عنه ذلك ولن يضره واذا استمر ذلك واستمر فيه واصيب باحباط وكان من ال الـ الـ الذين يصابون بالإحباط واليأس نعم اليأس فحينئذ هو الذي أورد نفسه موارد السوء